بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف الجزء الثاني من الافكتيف ديس اوردر. نتكلم بقى عن النوع الثالث من الافكتيف ديس اوردر وهو الباي بولر ديس اوردر. باي بولر ديس اوردر عبارة عن ديفلوبمنت اوف وان اور مور سيفير ايبيزودز اوف ميد ديس اوردر ويتش انكلودز امانيك ايبيزود اند ا ديبريشن ايبيزود. يبقى تو باي بولر ايبيزودز يعني اتنين عكس بعض، عشان كده ساعات كنا بنسميه مانيك ديبريشن. اوكي، لكن في حاجه مهمه لازم نعرفها، ان تو مود ايبيزودز دول ممكن تكون واحده مانيك واحده ديبريشن، او واحده هايبو مانيك واحده ديبريشن، واحده مانيك واحده ديبريشن، واحده هايبو مانيك واحده ديبريشن. عشان كده الباي بولر ديس اوردر بنرجع نقسمه لباي بولر واحد او باي بولر اتنين اكوردنج تو الابيزودز المصاحبه للديبريشن. هل هي مانيا ولا هي هايبو مانيا؟ كانوا زمان فاهمين يقول لك ايه، يقول لك الباي بولر ديس اوردر ده عباره عن واحد جاله اتنين ابيزودز اوف مانيا. ده طبعا غلط. غلط ليه؟ لان كلمه باي يعني باي بولر يعني اوبزيت اند. يعني ايه اوبزيت اند؟ يعني اتنين ابيزودز عكس بعض. فما ينفعش اقول ان اتنين مانيا ابيزودز ده يشخص الباي بولر ديس اوردر، لازم الاتنين يكونوا عكس بعض. يبقى الباي بولر ديس اوردر عباره عن ديفلوبمنت اوف وان اور مور سيفير ايبيزودز اوف مانيا اور هايبو مانيا بلس ديبريشن. يعني ايه ديبريشن؟ يعني المريض يبقى عنده مانيا زائد ديبريشن او هايبو مانيا زائد ديبريشن. فهذه الحاله اقدر اسميه باي بولر 1. اوكي، طيب ازاي نعمل له دايجنوزس؟ برضه بنعتمد على الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ديزيز 10th اديشن. اوكي، ان المريض بيبقى عنده تو مود اوبوزيتس، تمام، ماست اوكير، واحده منهم لازم تكون مانيا او هايبو مانيا والاخرى تكون ديبريشن. يعني مانيا زائد ديبريشن وهايبو مانيا زائد ديبريشن. ده طبعا سكتش بيوضح ايه؟ بيوضح المود بتاعك. احنا النورمال مود عندنا بندير لون رصاصي، لما نطلع فوق المود يطلع هبتدي زي ما قلت لك لازم اروح للهايبو مانيا احمر، وبعدين اروح للمانيا بعد كده اللي هو الشيري ريد، وبعدين لو المود بتاعي نزل شوية ياخد اللون البلو زي ما في حالة النورمال ديبريشن اللي هو بيحصل لمدة يومين او ثلاثة او اسبوع على الاكثر في حالات الباد ايفنتس، وبعدين يروح للبلاك اللي هو الايه الكلينيكال او الميجور ديبريشن. المريض اللي عنده مود اب ومود داون بسميه عنده باي بولر ديس اوردر، يعني واحد اب وواحد داون. اوكي، هذا الباي بولر ديس اوردر ممكن يكون الاب هايبو مانيا والداون ديبريشن، او الاب مانيا والداون ايه ديبريشن. طبعا المانيك ايبيزودز كاركترايز بايه؟ المريض هيبقى عنده اعراض المان، اكستريم هابيتنس، هايبر اكتيفيتي، ليتل نيد اوف سليب، هاي سنس اوف سيلف امبورتانس، اكزاجيريتد بوست، دايما متفائل، بوزيتيف لوك، بور ابيتايت اند ويت لوس، ريسنج ثوتس، رابيد سبيتش، inappropriate decision. اوكي، ايه تاني؟ showing excess flamboyant clothes، makeup is usually excessive. اوكي، hypersexuality في حالات الايه الهايبومانيا. اوكي، وimpairment of daily activity في حالات المانيا لكن مش موجوده في الهايبومانيا. وبالتالي المريض هيبقى عنده كمان depressive episodes. فالdepressive episodes is characterized by extreme sadness, loss of interest, lack of energy, sense of guilt, difficulty sleeping, loss of enjoyment, feeling hopelessness, negative thoughts, pessimistic, decreased sexual desire, weight gain او weight loss على حسب increased او decreased appetite, suicidal thoughts او suicidal attempts. طيب شفت صورة البايبولار disorder؟ المريض بيبقى مقسوم اتنين عكس بعض زي ما احنا شايفين. ناحية متبهدلة اللي هي الديبريسيف ابيسودز، اوكي، وناحية فيها فلامبوينت وكلوزس ولابس حلق ولابس الوان غريبة ولابس شوز حتى غريب. اوكي، هي المانيك ايه ابيسودز. اوكي، خلي بالنا المريض اللي عنده ديبريشن بيبقى عنده ديكريز انترست ان بلاجر، نيجاتيف فيو، فاتيك، لوس اوف ابيتايت او انكريز ابيتايت، اوكي، لوس اوف ليبيدو اللي هي سيكشوال درايف، سوسايدال
صوتس. اوكي، الناحية التانية بقى، النص التاني بيبقى المود إليفيتد أو أب أو الريتابل، والسبيتش بتاعه بيبقى إيه؟ لاود ورابد وبانينج ورايمنج، لكن له مينينج. اوكي، ويت لوس لأن ما باكلش كتير. جراند واز ديليوجن، يعني جراند واز ديليوجن معناه إن هو عنده هاي سنس أوف سيلف امبورتنس. اوكي، المريض بيبقى هايبر أكتيف، ما بنامش كتير، ديكريز نيد أوف سليب. اوكي، in addition flamboyant clothes والشوبنج اكسس والتاتو اكسسيف والميك اب يوجوالي ايه اكسسيف، فالمريض بيبقى كانه مقسوم زي ما الصوره كده، مقسوم اتنين، يا اما ديبريشن ويا اما مانيك. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف الجزء الثاني من الافكتيف ديس اوردر. بايبولار ديس اوردر سايكل، يعني بايبولار ديس اوردر سايكل بيشبهوها بحاجه بنسميها ايموشنال رولر سايكل. يعني ايه ايموشنال رولر سايكل؟ اللي هي مرجيحه. كان زمان في مرجيحه كده عامله صندوق متعلقه بدراعين، كنا بنركبها زمان في العيد، فتقعد تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت، وساعات تلف تطلع تلف ونلففها وهكذا. دلوقتي طبعا الدنيا اتغيرت، بقى في ايه بقى، كوكي بارك وفي دريم لاند وغيره، لكن زمان كنا احنا بنروح ايه، نركب الايه المرجيحه ديت اللي هي رولر كوستر، اللي هي عباره عن صندوق كده وبعدين يقعد يلف بينا متعلق في عمود فوق، وبعدين نقعد نشقلبه وهكذا، فنطلع فوق وننزل تحت. فهم شبهوا الباي بولر بالرولر كوستر دي، بس سموها ايموشنال رولر كوستر، اللي هي الايه رولر كوستر العاطفيه. المريض بيطلع فوق يبقى عنده اب مود وينزل ديبريسد مود، فوق وينزل يبقى اب وداون، اب وداون، اب وداون، اللي هو الاب مود والداون مود، وسموا دي ايموشنال رولر ايه كوستر. هذه الايموشنال رولر كوستر ممكن تكون سلو زي الرسم اللي تحت الدياجرام اللي هو الباي بولر سايكل. اوكي، ممكن تكون سلو باي بولر سايكل، المريض يقعد ديبريسد فترات طويله ويقعد مانيك او هايبو مانيك فترات طويله، وبعدين ينزل تاني ديبريسد يقعد فترات طويله، وبعدين يبقى مانيك تاني او هايبو مانيك. دي بنسميها سلو باي بولر سايكل. وممكن السايكل دي تكون رابيد، بنسميها رابيد باي بولر سايكل، المريض عمال يتشقلب، شورت تايم ديبريسد شورت تايم مانيك، شورت تايم ديبريسد شورت تايم مانيك او هايبو مانيك وهكذا، رابيد 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 رابيد. فدي بنسميها رابيد سايكل. في النهايه سواء كانت السلو سايكل او الرابيد سايكل، المريض كانه راكب ايموشنال رولر كوستر، مرجيحه عاطفيه، ساعات بتطلع بالمود بتاعه اب وساعات تنزل بالمود بتاعه داون. ده برضو سيمبتومز باترن اوفر وان يير لمريض عنده ايه باي بولر ديسوردر، اللي فوق طبعا المانيا، واللي تحت الدبريشن، واللي في النص ده الايه المودريت اي مود، او ممكن نقول عليه نورمال مود. مريض شويه في النورمال مود وبعدين نزل بقى ديبريشن، اوكي، وبعدين طلع شويه للمودريت مود او نورمال مود، وبعدين طلع بقى ايه مانيا او في المانيك ايبيسودز، وبعدين نزل تاني بقى ايه ديبريشن. اوكي، مش شرط ابدا ان المده اللي المريض بيقعد فيها ديبريست تكون مساويه للمده اللي بيقعد فيها ايه مانيك او هايبو مانيك، ومش شرط ان المده اللي المريض بيقعد فيها ديبريشن او الفترات اللي بيقعد فيها ديبريست انها تكون متساويه. اوكي، زي ما احنا شايفين بالجراف، يعني الفترتين اللي بتوع الديبريشن الاثنين مش قد بعض، والفتره بتاعت الديبريشن الاولانيه مش قد الفتره بتاعت المانيا الثاني وهكذا. لكن هي في النهايه هي سايكل المريض وكوستر رولر كوستر، المريض عمال شويه ديبريشن وبعدين شويه يطلع فوق مانيا، شويه ديبريشن تحت وبعدين يطلع فوق تاني مانيا وهكذا. اوكي، مش شرط ان الفترات تكون متساويه للمريض بيقعد فيها ديبريست مساويه للفتره اللي بيقعد فيها مانيك،
أو الفترات اللي بيقعد فيها ديبريست تكون متساوية على الفترات اللي بيقعد فيها مانيك تكون متساوية. لسه انا قلت من شويه، قلت لك ان الدبريشن ده ضروري عشان اشخص الباي بولر ديس اوردر بالاضافه الى وجود المانيا او الهايبومانيا. عشان كده رجعوا الناس عملوا كلاسيفيكيشن للباي بولر ديس اوردر انتو باي بولر 1 وباي بولر 2. ده عباره عن ايه؟ باي بولر 1 قال لك المريض بيبقى عنده دبريشن بلس مانيا، اوكي، والمريض كمان بيبقى عنده سايكوتيك سيمتومز. يعني ايه سايكوتيك سيمتومز؟ يعني المريض ممكن يكون عنده ديليوجن اوف جراندير، وعنده هالوسينيشنز. هذه الهالوسينيشن ممكن تكون فيجوال او اوديتري هالوسينيشن. يبقى الباي بولر 1 عباره عن نوع من الباي بولر ديس اوردر كاركترايزد باي مانيا زائد ديبريشن او ديبريشن زائد مانيا، بالاضافه الى وجود سايكوتيك سيمتومز لايك الديليوجن اند الفيجوال اند الاوديتري هالوسينيشن. طب النوع الثاني الباي بولر 2 قال لك ده عباره عن المريض عنده ديبريشن بلس هايبوماني ومفيش سايكوتيك سيمتومز. يبقى الباي بولر 2 المريض بيبقى عنده هايبوماني بلس ديبريشن ومفيش سايكوتيك سيمتومز. طب نفرق ازاي الباي بولر 1 من الباي بولر 2 لما يجي مريض عايزين نشخصه؟ الاول هدور على الاثنين مود ابيزودز عشان اشخص الباي بولر، اوكي، وبعدين ابص هل المريض عنده سايكوتيك سيمتومز؟ اه يس، يبقى ده باي بولر 1. المريض ما عندوش سايكوتيك سيمتومز يبقى ده باي بولر 2. مش قادر احدد دي، اعتمد عليه تاني. اعتمد على الفرق ما بين المانيا والهايبومانيا. هل المريض عنده ان ابروبريت سيكشوال اكتيفيتي وهايبر سيكشواليتي؟ زوجته هتقول والله ده يعني عنده هايبر سيكشواليتي وعنده ان ابروبريت سيكشوال اكتيفيتي، يبقى ده هايبوماني ومفيش كمان سايكوتيك سيمتومز، يبقى ده باي بولر 2. لا زوجته لا مفيش ان ابروبريت سيكشوال اكتيفيتي ولا في هايبر سيكشواليتي وكمان بيحصل له هلوسه، بيكلم ناس مش موجوده، اوكي، وبشوف ناس مش موجوده، يبقى ده باي بولر 1. اسال على الديلي اكتيفيتي، والله في ديسربشن للديلي اكتيفيتي وفي امبيرمنت للديلي اكتيفيتي وفي سايكوتيك سيمتومز، يبقى ده باي بولر 1. لا مفيش ديسربشن للديلي اكتيفيتي وما عندوش سايكوتيك سيمتومز، يبقى ده باي بولر 2. يبقى هفرق ازاي؟ ابص على السايكوتيك سيمتومز، مش كده؟ بريزنت باي بولر 1، ابسنت باي بولر 2. مش عارف ابص على دول، ابص على الفرق ما بين الهايبومانيا والمانيا. اوكي؟ لقيت المريض عنده هايبر سيكشواليتي ولا ابروبريت سيكشوال اكتيفيتي، يبقى ده باي بولر 2. ما لقيتش المريض عنده هايبر سيكشواليتي ولا ان ابروبريت سيكشوال اكتيفيتي، يبقى ده باي بولر 1، بس لازم يكون كمان موجود عندي سايكوتيك سيمتومز. تمام، ابص على الديلي اكتيفيتي، في ديسربشن يبقى ده باي بولر 1، دي مانيا، اوكي، ما فيش ديسربشن للديلي اكتيفيتي يبقى دي هايبوماني، وده الفرق ما بين المانيا والهايبوماني. لكن ما تنساش انا قلت لك في الاول عشان اشخص الباي بولر لازم ادور على اثنين ميدو بزودز، يقولوا لي لا ده ساعات مزاجه بيبقى عالي ومش عارف ايه والاعراض بتاعت المانيا، وبعدين بعد شويه يبقى واطي والاعراض بتاعت، يبقى خلاص ببتدي بعد كده افرق، هدور على السايكوتيك سيمتومز وادور على الفرق ما بين المانيا والهايبومانيا. اتمنى ان الناس تكون فهمت ايه الفرق ما بين الباي بولر 1 والباي بولر 2. سكيزو افكتيف فيرسس باي بولر 1 وسكيزو افكتيف ديس اوردر فيرسس باي بولر 2. ايه المقصود بالكلام ده؟ السكيزو افكتيف ديس اوردر هي السكيزوفرينيا، ساعات بنقول عليها سكيزو افكتيف ديس اوردر لانها في جزء اللي هو فيه النيجاتيف سيمتومز، يعني الاعراض شبيهه شويه بالدبريشن، اوكي، فممكن اتلخبط هل المريض سكيزوفرينيك ولا المريض باي بولر، هل المريض سكيزوفرينيك او سكيزو افكتيف ولا باي بولر 1، هل المريض سكيزوفرينيك ولا باي بولر 2، ازاي افرق؟ اوكي، رقم واحد، اوكي، نفرق ازاي؟ المريض في السكيزوفرينيا عنده بوزيتيف سيمتومز وعنده هالوسينيشن وعنده ديليوجن، لكن ما عندوش الاعراض بتاعت المانيا لان هي اصلا وان مود ايبيزود، صح؟ ما فيش مانيا، ما فيش اوفر اكتيف موفمنت، ما فيش اوفر استيميشن، ما فيش سبيتش
رابد وهكذا، انت فاهم؟ مفيش فلامبوينت كلوزنج، فلامبوينت اكسسيف تاتو، شوبنج اكسس، ميك اب فيري اكسسيف، اوكي، مفيش الاعراض بتاعت المانيا في السكيزوفرين، صح. ايه تاني؟ الباي بولر 1 المريض عنده ايه؟ عنده سايكوتيك سيمتومز، كده يبقى شكل السكيزوفرين. لا، في كمان مانيا، اعراض المانيا، اوكي، زائد الدبريشن، في صح. طيب ايه تاني؟ السكيزوفرينيا المريض ممكن يقعد في الاعراض 6 مانس، لكن في حالات الباي بولر قلت لك الباي بولر ممكن يكون رابد ايه سايكلينج. يبقى انا هفرق الباي بولر واحد من السكيزوفرينيا ديس اوردر السكيزوفرينيا ازاي؟ الاثنين فيهم سايكوتك سيمبتومز، صح. ابص على اعراض المانيا، في سايكوتك سيمبتومز ويز اوت مانيك سيمبتومز، يبقى دي سكيزوفرينيا. في سايكوتك سيمبتومز ويز مانيك سيمبتومز، يبقى دي باي بولر 1. ان اديشن الباي بولر 1 قلت لك دايما في تو مود ايه ابيزودز. بعد كده بص على الديوريشن، المريض لو قاعد في الاعراض دي 6 مانس، لكن ده مش اكيوريت قوي، انا بس بقول لك كل الفروقات. فدي سكيزوفرينيا، لو في رابل لكن المريض عنده رابل سايكلينج، يبقى ديت ايه باي بولر. يبقى عشان اشخص الباي بولر 1 من سكيزو افكتيف ديس اوردر، هبص على السايكوتيك سيمتومز، هل معاه من غير مفيش معاها مانيك سيمتومز، خلاص دي سكيزوفرينيا. في معاها مانيك سيمتومز يبقى بالاضافه للديبريسيف سيمتومز، يبقى دي خلاص ايه باي بولر 1. طب افرق الباي بولر 2 ازاي؟ ده سهل بقى، الباي بولر 2 ما فيهوش سايكوتيك سيمتومز، لكن في اثنين مود ابيزودز، الدبريشن والهايبومانيا. لكن السكيزوفرينيا ما فيهاش اثنين ميد ابيزودز، ما فيهاش هايبومانيك سيمتومز، وفيها سايكوتيك سيمتومز. يبقى انا لو لقيت سايكوتيك سيمتومز او هايبومانيك سيمتومز، دي سكيزوفرينيا. لقيت تو مود ابيزودز وما فيش سايكوتيك سيمتومز، يبقى ده باي بولر 2. طب ازاي افرق الباي بولر عموما من الدبريشن؟ دبريشن سنجل ميد ابيزودز ودايما له مود، او ساد مود او داون مود، لكن الباي بولر تو مود ابيزودز، واحد منهم داون والتاني اب. انا قلت ازاي تفرق الباي بولر واحد من الباي بولر 2، قلت لك ازاي تفرق السكيزوفرينيا من الباي بولر 1، قلت لك ازاي تفرق السكيزوفرينيا من الباي بولر 2، قلت لك ازاي تفرق الباي بولر من الدبريشن. اوكي، الناس تسمع وتقرا كويس عشان ده مهم. الاتيولوجي بتاع الباي بولر جينيتيك فاكتورز، وعشان كده ده رانز ان فاميلي، ده اول واحد في الاتيولوجي. هناك النيورو كيميكال فاكتورز، اوكي، قال لك ان هناك نيورو ترانسميتر بتلعب دور في حدوث الباي بولر وخاصه السيروتونين. انفايرومنتال فاكتورز، الماسيف يوز او الابيوز اوف الكحول والترانكلايزر، اوكي، ممكن يعمل لك ديبريشن، وده فيس من الفيسز بتاعت او الاكزودز بتاعت الباي بولر. ميديكيشن الانتي ديبريسنت، الانتي ديبريسنت بتزود الليفل بتاعت النورو ترانسميتر، فده ممكن تعمل لك مانيا. سبستانس ذات كان كوز امانيك لايك ابيزودز، يعني المواد اللي هي السبستانس ابيوز زي الكوكايين والانفيتامين، اوكي، الحاجات اللي بتحتوي على الابيتايت سبريسنت اللي بتحتوي على الديكسانفيتامين والانفيتامين، اوكي. النون سايكاتريك ميديكيشن، اوكي، زي الكورتيكوسترويدز، اوكي، ده ممكن تعمل ديبريشن. اكسس كافيين، ده برضو ممكن يعمل ايه مانيا، اوكي، خلي بالك. يبقى الايتيولوجي بتاع الباي بولر ديس اوردر جينيتيك فاكتور، عشان كده ده رانز ان فاميلي، وهناك نيورو كيميكال فاكتورز، وده عباره عن بروبلمز في سيرتن نيورو ترانسميتر سبيشال النورابينفرين وخاصه السيروتونين، اوكي. انفايرومنتال فاكتور زي الابيوز اوف الكحول اند ترانكلايزر، ده ممكن تعمل ديبريشن. سيرتن ميديكيشن اللي ممكن تسبب مانيا وتسبب ديبريشن زي الانتي ديبريسنت اللي بتعلي لي الليفل بتاع النيورو ترانسميتر، ممكن تعمل لي مانيا. سبستانس ابيوز زي الكوكايين والامفيتامين، فده ممكن يعمل لي مانيا، اوكي. الابيتايت سبريسنت زي الديكسانفيتامين، ده برضه ممكن يعمل مانيا. كورتيكوسترويدز ممكن، والبريدنيزون ممكن تعمل ديبريشن، والاكسس كافيين ممكن يعمل مانيا.